ازيكم؟ وحشتوني جدا. ما ننساش اللايكات والاشتراك في القناة، فعلوا الجرس عشان كل جديد يوصل لكم اول باول. ويلا نخش على الوصفة على طول. انا مش عايزة احلف عشان في ناس كتير بتزعل من الحلفان، بس انا هتكلم وهحلف على تجربتي شخصيا. والله بجد الوصفة بالنسبة لي تحفة جدا، لانها فتحت السنان. انا بشرب شاي كتير جدا، نسكافيه كتير جدا، فتحت سناني تحفة، خلتها يعني والله مش محتاجة استخدم اللي هو المعجون المبيض. الوصفة دي جميلة، بتفتح، بتزيل الجير، بتزيل اي شوائب في الاسنان. لو بتشرب شاي، قهوة، نسكافيه، عاملة ادمان كده زيي، الوصفة دي هتنجح معاكي من اول مرة، وهتجربيها هتعجبك. وعلى فكرة تقدري تستخدميها يوميا. هنجيب حتة جزرة صغنونة، نص الجزراية، جزر عادي. انا معرفش في البلاد التانية بيقولوا عليه ايه، بس هو انتوا شفتوا اكيد شكله فعارفينه، وهو تقريبا في كل البلاد اسمه جزر يعني. خدت كده نص الجزراية وبشرتها. عشان الوصفة دي انا هعملها هتكفيني مثلا حوالي اسبوع. بشيلها في التلاجة، بحتفظ بيها في التلاجة، وكل ما بغسلها بغسلها مرة واحدة في اليوم. حلوة جدا، زي ما قلت لك بتخلي البياض تحفة، السنان كده بتبقى لؤلؤ، بجد جميلة جدا. انا هحط عليها معلقة من الملح بعد ما بشرتها زي ما احنا شايفين، علشان تنزل ميتها اكتر، وكمان الملح بيطهر السنان. ولو عندك التهابات، في وجع في السنان، الملح بيهدي وبيخلي اللثة ما فيهاش اي ألم. هقلبهم كده تقليبة، وهسيبهم حوالي 10 دقايق لحد ما تنزل مية الجزر. تمام كده، خليكي وتابعي معايا الفيديو للآخر، عشان كمان هعمل معاكو محلول مغمضة للسنان عشان الناس اللي عندها ألم في سنانها وحساسية. تابعي معايا الفيديو للآخر، بجد هتنبسطي قوي من الفيديو ده. أنا هنا خلاص أهو، إيه، هبدأ بقى اجيب طبق ومصفى عشان هبدأ اصفيها. هاخد كده بايديا بقى عشان نسعف وننجز. يلا بصوا، هحاول ان انا اصفيها. بصوا هي بتنزل معايا، هصفي بايديا عشان هتبقى اسرع، وهنزل كمية اكبر يعني، انا شايفة انها افضل يعني. بصباعك كده وابدأي ان انتي نزلي العصر، هو هينزل كتير وهينزل كمية حلوة، عشان احنا حطينا كمان ملح، الملح اللي ساعد ان مية الجزر تنزل اكتر. تمام، بجد الوصفة اكتر من رائعة، رائعة بجد جدا. وزي ما قلنا هتزيل معاك الجير والسواد واي حاجة في السنان، لان المكونات اللي احنا حاطينها فعالة وقوية، وكمان مش هتعمل لك الم في سنانك. للناس اللي خايفة سنانها مثلا يبقى فيها التهابات وتخاف تستعملها، ما فيش الكلام ده، هي امنة، وكمان مش هيبقى فيه حرقان في السنان. فبجد الوصفة تحفة جدا يا بنات، انا عايزاكم تجربوها، امنة جدا 100%، وعن تجربة بجد خطيرة خطيرة خطيرة. هنا خلاص انا صفيت الكمية بتاعتي. بصوا نزلت حبة كده كمية حلوين يعني، حلوين جدا، هيكفوا معاك زي ما قلنا ممكن الاسبوع يعني. حلو اوي ان انت بتستخدمها مرة واحدة في الاسبوع، وتقدري تعملي كمية تاني وتشيليها في التلاجة. هاخد ربع معلقة صغنونة جدا من النشا او الكورن فلاور، ده بيخلي السنان تزيق، وكمان بتلمع السنان جدا وبتديها بياض حلوة قوي. يعني جربيها بجد هتحفة تحفة يعني. حطيت منها ربع معلقة بالكتير، مش اكتر من كده على الكمية بتاعتنا، ان انا مش عايزة الخلطة تبقى برضك متماسكة جدا. هاخد بقى هنا القنبلة بتاع تبييض السنان، وبيفتح السنان جدا وبيزيل اي بقع في السنان. لو انت بتشربي شاي، قهوة، نسكافيه، زي ما قلنا الكركم بتاع الاكل او الماسكات عادي جدا. انا هاخد هنا ده بتاع الاكل عادي على فكرة، عشان ما تتوهيش نفسك، بستخدمه في الماسكات برضو، تحفة جدا وبيديني نتيجة هايلة. خدت ربع معلقة وهبدأ ان انا اقلبه كويس علشان مكونات كلها تدخل في بعضيها وما تكتلش معايا. هاخد معايا ليمون،
الناس اللي عندها زي ما قلنا حساسية من الليمون او عندك حساسية في اسنانك، ما تقلقيش الوصفة دي حلوة قوي ومش هتحسي بالليمون او تعمل لك التهابين. ممكن تحطي نقطتين مش تكتري، او يعني انا عن نفسي هحط نص ليمونة، فانت ممكن تحطي نقطتين ومش هيعمل لك اي حاجة، ما تقلقيش ومش هتحسي باي وجع ولا حرقان خالص في اسنانك. حطيت نص ليمونة، الليمون من الحاجات الحلوة جدا اللي بتزيل البقع برضو في السنان وبتهدي السنان وبتريحها، وكمان تعتبر كمطهر للثة والسنان. فانا قلبتهم كويس مع بعض، شايفين القوام؟ اجيب معايا معجون سنان بتاعك عادي جدا، اي نوع معجون سنان انت بتحبيه او بتستخدميه، بتحطي الكميه اللي بتستخدميها على مدار اليوم، يعني انت بتستخدمي مره الصبح ومره بالليل، هتحطي الكميه بتاعت الصبح وبالليل على الكميه بتاعتنا دي اللي هتكفيكي اسبوع. تمام، قلبتها كويس جدا علشان المعجون يبدأ يتفتق، يعني يتفك مني لأنه مكتل مني، فأنا هبدأ أقلبها كويس قوي كده عشان يتفك. تمام كده، حاولي وانت بتحطي المعجون تقلبي كويس جدا علشان المعجون يخش في كل المكونات، عشان لما تيجي تستخدمي الوصفة يبقى فيها المعجون وكل المكونات مع بعضها، مش حتة فيها معجون وحتة فيها كركم وحتة فيها نشا، لا لازم الخلطة تقلبيها كويس جدا. انا هنا قلبتها، هجيب بقى الفرشة، الطريقة هي دي اللي تفرق، انا دكتور اللي قايل لي الموضوع ده. احنا سناننا دايما بنغسلها اي حاجة كده يلا، اللي هو ان انا غسلت سناني وخلاص، لا انا بغسل سناني بصوا بيبقى من فوق لتحت. انا هحاول اعدل على الايد التانية عشان تشوفوني اكتر، بصوا انا هجيبها على الايد التانية الفرشة، بصوا من فوق لتحت، يعني دي سناني واغرق الفرشة ومن فوق لتحت من فوق لتحت، بلاش الحتة اللي احنا بنعملها اللي هي ايه رايحين جايين رايحين جايين، انت كده ما بتغسليش سنانك ومش هتنضف ومش هتلمع. سنانك لما بتغسليها بتغسليها من فوق لتحت من اولها لاخرها، ده هيظبط معاك الدنيا جدا، ولمدة اقل حاجة دقيقة تكوني بتغسلي سنانك، يعني انت بتغسلي في سنانك كده بالفرشة لمدة دقيقة. على فكرة والله ده كلام دكتور مش كلامي. هنا بقى هنعمل يلا المغمضة بعد كده، الناس اللي عندها التهابات، الناس اللي ريحة بقها مش حلوة، الناس اللي حاسة ان في بكتيريا في الضروس مثلا او ضرسك مثلا بيعبي اكل وريحه البق مش حلوه، المغمضه دي هايله وهتريحك جدا. هاخد حبه ميه تكون دافيه، وبعد كده هاخد عليها معلقه من الملح المحلول ده حلو جدا، وهقلبهم كويس جدا. تمام، هدوب بالملح، وبعد كده هحط المكون الاخير اللي هو برضو هيطهر البق بجد وهيريح اللثة، خل التفاح. لو ما عندكيش خل تفاح تقدري تستخدمي الخل بتاعنا العادي اللي هو بتاع الاكل، ما فيش اي مشكلة. فكرة الخل انها لو عندك بكتيريا في السنان او في اللثة او انت في وجع، ده مع محلول الملح هينظف معاكي جدا وهيمنع اي ريحة، وكمان هيخلي البق بتاعك ريحته حلوة وسنانك كده منتعشة. ممكن كمان تحطي سنه من النعناع لو عندك، ده حلو قوي بيريح وبيخلي ريحه البق ما فيهاش روايح كريهه. اظن انا كده يا رب اكون فدتكم بالوصفه، ما تنسوش تعملوا اللايك والاشتراك وفعلوا الجرس وشير لاصحابكم عشان يستفادوا وكلنا نستفاد. باي باي.